19 مليار دولار أعلنت عنها أبو ظبي والرياض كدعم لليمن، هل حقا وصلت لليمنيين؟ لماذا يحيط الغموض بعمل المنظمات الدولية والمحلية في اليمن؟ وكيف يمكن تعزيز الرقابة المجتمعية على هذه الأموال؟ أهلا بكم. أعلنت وزيرة التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي تقديم السعودية والإمارات مساعدات لليمن بمبلغ 19 مليار دولار منذ بداية الحرب. وأثارت هذه التصريحات غضب العديد من الناشطين، لا سيما مع سوء الظروف الإنسانية التي يعيشها اليمنيون في ظل الحرب. وأطلق الناشطون هاشتاغ وين الفلوس لمطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى العاملة في اليمن بتعزيز مبدأ الشفافية للحد من عمليات الفساد ونهب أموال الجائعين. وبالرغم من سوء الظروف الإنسانية خلال الحرب وازدياد النازحين والمشردين بمئات الآلاف وانقطاع الرواتب لأكثر من سنتين، إلا أن ما يصل إلى هؤلاء لا يتجاوز الفتات مقارنة بالمبالغ التي تقدمها الدول المانحة باسم الشعب اليمني. بشكل عام بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات الرقم يصل إلى 18 مليار دولار. في آخر ظهور لها سردت وزيرة الشؤون الدولية الإماراتية أرقام المساعدات لليمن ما مجموعة 19 مليار دولار كقيمة لمساعدة السعودية والإمارات لليمن منذ بداية الحرب. أثار الرقم الكبير حفيظة الكثير من اليمنيين الذين تساءلوا عن مصير تلك الأموال. ربما يكون هذا المبلغ صحيحاً، لكن السؤال يظل قائماً، أين ذهبت تلك الأموال؟ وما إذا كانت تشمل التكلفة العسكرية لحرب التحالف في اليمن منذ 4 سنوات؟ والأهم من ذلك مدى استفادة اليمنيين الفعلية من هذه المبالغ؟ لا معي لا طحين ولا سكر ولا رز ولا زيت ولا فرش ولا قمش ولا طربة، حتى عمل بنك الدهبة فوق المصر الخيمة ما يعطونا احناش، فرقوا ورانا دقوا هنا ما قابلنا ناس ملي، ونروح نتحاكي على المنظمة قالوا حقك اتصل باكر اتصل بكرة اشتاتي باكر ما اعطونا احناش، فرقونا بعيد بعيد. هنا يمنيون نازحون في طور الباحة منذ 3 سنوات يقولون إنهم لا يتلقون من المنظمات الدولية أي دعم، ومثل هؤلاء معدمون يمتدون على طول الخارطة الوطنية في العديد من المحافظات، فأين هي أنشطة الأمم المتحدة وتحديداً برنامج الأغذية العالمي؟ الأمم المتحدة كانت قد أعلنت حاجتها إلى 4 مليارات دولار لتغطية أنشطتها الإنسانية في اليمن لعام 2019، وفي مؤتمر المانحين في فبراير الماضي تعهدت الدول المانحة بقيمة 2,600,000,000 دولار لإغاثة الشعب اليمني، فهل ستصل هذه الأموال إلى مستحقيها؟ يقول مراقبون محليون إن المنظمات الدولية تصرف ما يقارب من 40% من هذه الأموال كنفقات تشغيلية لمشاريعها في اليمن، بينما يتخلل 60% المتبقية عمليات فساد وقصور سواء من الأطراف الدولية أو الوكلاء المحليين، ناهيك عن الفساد المالي لدى المسؤولين الحكوميين أو مسؤولي ميليشيا الحوثي، كما سبق وكشفت ذلك تقارير أممية ودولية. ما حصلنا ولا أي حاجة، سجلوا أسامينا وباعوا كل شيء. ناشطون يمنيون أطلقوا حملة إلكترونية تحت هاشتاغ وين الفلوس بهدف تعزيز المساءلة المجتمعية حول الأموال المرصودة لليمنيين والتي لا يصلهم منها سوى الفتات، مطالبين المنظمات العاملة في اليمن بإتاحة تقاريرها المالية للشعب تعزيزاً لمبدأ الشفافية وحتى يعرف الشعب أين تذهب الأموال التي تنهب باسمه. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب الناشط السياسي ضياء السعيدي، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. بداية مساء الخير أستاذ ضياء. مساء النور أستاذ آسيا. أهلاً بك. وسهلاً بكم. أهلا بك ضياء. بداية، تم إطلاق هاشتاغ وين الفلوس لمحاسبة المنظمات الدولية عن الدعم الذي يقدم للشعب اليمني. بداية برأيك، ما مدى تأثير مثل هذا السؤال أو الهاشتاغ على الوضع؟ التأثير قد يكون التأثير صراحة سيكون محدود نوعا ما، ولكن نحن نحاول أن نقوم بكل ما نستطيع القيام به، لا سيما أن هناك غياب للرقابة من قبل الجهات المختصة والتي يجب أن تكون من قبل الشرعية.
فحملتنا تهدف إلى رفع الوعي الاجتماعي بحقوق الناس، أن يدرك الناس أن هذه الأموال هي حقوقهم المسلوبة، وأنها ليست لم تعطى ولم تمنح لجهات معينة، بل أعطيت ومنحت للمواطن المحتاج. أيضا نحن نهدف من هذه الحملة إلى الكشف عن مصير هذه الأموال، وطلبة المنظمات الداخلية التقارير المالية المفصلة التي توضح أين تم صرف هذه الأموال وأين ذهبت هذه الأموال. إضافة إلى ذلك نريد أن ننوه أننا لا نستهدف هنا العمل الإغاثي بحد ذاته. العمل الإغاثي عمل مهم جدا، يبقي على شريان الحياة في اليمن وفي أي منطقة من مناطق الصراع. لذلك نحن لا نستهدف العمل الإغاثي بحد ذاته، بل نستهدف الآلية التي يقام بها العمل الإغاثي. نعم. إذن ضياء، المبالغ الممنوحة التي يتم إعلانها تتزايد عام بعد عام، أيضا عدد الجائعين والمحتاجين يتزايد باضطراد مع هذه المبالغ، الميزانية المطلوبة أيضا للمنظمات التي يتم الإعلان عنها بداية كل عام أيضا تتزايد، أليس بأمر غريب؟ يعني يطلب مبالغ عالية، أيضا الأرقام الممنوحة تأتي عالية، ولكن هناك تزايد في عدد هؤلاء الجائعين، أين تذهب هذه الأموال إذن؟ نعم، فعلا الأموال الممنوحة أموال كبيرة جدا. إذا قسنا الأموال التي يتم الحديث عنها اليوم هي حوالي 23 إلى 25 مليار دولار. الأموال التي منحت ضمن برامج الاستجابة السريعة هي من 2015 إلى 2018 12 مليار دولار، إضافة إلى الأموال هذه من قبل جهات أجنبية غير دول الخليج التي منحت كما تدعي 19 مليار دولار. نعم. إذا قسنا إلى ميزانية اليمن قبل الحرب كانت 5 مليار دولار إلى 10 مليار دولار سنويا. يفترض أن تكون هذه الأموال إذا قسمت سنويا على قسمة 5 سنين أو 4 سنين الحرب يمكن أن تكون 6 إلى 7 مليار سنويا. تكفي أن تبقي الشعب اليمني في حالة صحية وحالة إنسانية يعني غير سيئة، ولكن عندما نرى على أرض الواقع الحالة الإنسانية تدهور يوم بعد يوم. اليوم حديث منظمة اليونسكو يتحدث عن 20 مليون جائع في اليمن، 10 مليون منهم لا يعرفون كيف سيحصلوا على وجبتهم القادمة. نعم. إذا أردنا أن نفهم أين تذهب هذه الأموال، هناك حقيقة خمسة مصادر أو خمسة أماكن تذهب هذه الأموال بحسب تقارير الأمم المتحدة في أماكن الصراع بشكل عام واليمن بشكل خاص. نعم. أولا المصدر الأول تذهب جزء منها بشكل ضرائب، هذه الأموال المساعدة بشكل أموال بشكل ضرائب تفرضها أطراف الصراع على المنظمات المحلية مقابل السماح لهم بإقامة المشاريع والدورات وورشات العمل. ثانياً هناك أيضاً جزء من هذه الأموال تذهب عن طريق تعطى للمنظمات تتحكم بها أطراف الصراع بشكل مباشر. هناك منظمات محلية تتحكم بها ميليشيا الحوثي وتتحكم بها بقية أطراف الصراع، تقوم هذه المنظمات برفع تقارير المنظمات الدولية مقابل الحصول على أموال وتاجر بدماء الناس وبمعاناة الناس، ومن ثم توزيع هذه الأموال للعاملين على هذه المنظمات أو رفع الجبهات. الحوثي يستخدم جزء كبير من هذه الأموال لرفع الجبهات، وهذا ليس شيء جديد، هذا موجود في الكثير من مناطق الصراع سواء في سوريا في الصومال. الكثير من المناطق الصراع يتم فيها مصادرة الأموال وتعزيز الصراع وتعزيز استمرارية الصراع. أيضا المواد الغذائية المواد المدفوعات المساعدة الإغاثية التي على شكل مواد غذائية تصادر وتباع في السوق السوداء. هنا الصور التي معروضة في الشوارع، يعني القمح المعروض في الشوارع، جميع المساعدات العينية يتم بيعها الشوارع مع شعار الأمم المتحدة في كثير من الأحيان. التقارير الأممية تتحدث عن 51 ألف طن من القمح الذي يفترض أن يصل إلى 3.7 مليون يمني تمت مصادرتها من قبل جماعة الحوثي.
أيضا يتحدث عن 69 شاحنة من المساعدات العاجلة تمت أيضا مصادرتها عن طريق جماعة الحوثي وأطراف صراع أخرى سواء في مناطق الحوثي أو في مناطق المحررة. لدينا أيضا هناك أيضا طريقة أخرى يتم فيها غسل هذه الأموال وهي عن طريق الدورات والورشات التي تقوم بها بعض المنظمات الإغاثية تحت مسميات إما مسميات دعم المرأة أو دعم حقوق المرأة أو دعم، وهي حقيقة دورات ليس لها أي أثر على أرض الواقع ويكتفي دورها بالقيام بغسل الأموال حيث تخصص لها ميزانيات تشغيلية ضخمة تؤخذ من أموال المساعدات ويتم بعدها رفع تقارير للمنظمات الدولية بأنها صرفت في هذا وهذا بينما لا يوجد لها أي أثر حقيقي على أرض الواقع. أليست ميزانية الدورات ميزانية مختلفة عن يعني هناك منظمات معنية بالتنمية يعني في مجال الدورات في مجال المعلومات في كثير من المجالات وهناك منظمات معنية بالشأن الغذائي والإغاثة العاجلة؟ نعم، هناك جزء حقيقة من الأموال والمساعدات الإغاثية تخصص للدورات إحلال السلام أو مكافحة مثلاً تجنيد الأطفال. هذه تخصص ضمن المساعدات الإغاثية والتي تقدم كأموال سيولة نقدية لهذه المنظمات للقيام بهذه التي تهدف إلى تعزيز السلم وإيقاف الحرب، ولكن للأسف مثل هذه الدورات لا تقام لأن الحوثي أو الصراع أو أطراف الصراع تشرط وتختار نوعية الدورات التي ستقدم على أرض الواقع وتختار الأماكن، فدورات كدورات مثلا منع تجنيد الأطفال أو برامج إحلال السلام أو توعية بأهمية السلام يتم منعها في كثير من مناطق الصراع. نعم، إذن ضياء أيضا هناك يعني من يتساءل بأن كثير من عمل المنظمات يحيط به الغموض، هل هذا الغموض متعلق فقط بالمنظمات العاملة في اليمن أم هو هكذا عمل المنظمات في بقية الدول؟ أتذكر بداية الحرب أحد الإخوة الصوماليين وهو يقول طالما دخلت المنظمات اليمن فلن تعرف عافية بعد ذلك، يعني قياسا بالوضع في الصومال. حقيقة هناك الكثير من الشبهات تدور حول المنظمات الإغاثية، بالذات المنظمات الإغاثية على أرض الواقع حكمها طرف ثالث بين المنظمات أو الجهات المانحة والمواطن أو الجهات المحتاجة على أرض الصراع. هناك الكثير من الشبهات التي دارت في الصومال حيث هناك تقارير تتحدث أن الكثير من الأموال الموجهة للمساعدة الإغاثية في الصومال تمت السيطرة عليها من قبل جهات الصراع والاستفادة منها من قبل جهات الصراع. يعني كما يحدث في اليمن منظمات منعت وفقا لهذه التقارير. بالضبط كما يحدث في اليمن كما حدث في سوريا، تم منع الكثير من المنظمات التي تم الاشتباه او اثبات ان هذه الاموال لم تصل الى الناس او وصلت الى جماعات ارهابيه او الى طرف من اطراف الصراع. فهناك حقيقة نوع من قلة الشفافية في عمل هذه المنظمات التي في الأخير تؤدي إلى وضع هذه الأموال في الأيدي الخاطئة. نعم، إذا اسمح لنا ضياء ابقى معنا، سينضم معنا أيضا سيد فداء الدين يحيى الناشط في القضايا المجتمعية عبر سكايب أيضا من ألمانيا. مساء الخير أستاذ فداء. أهلا بك. إذن فداء كتبتم هاشتاج تحت عنوان أين الفلوس، يأتي منها أسئلة كثيرة، يعني 23 مليار دولار تقريبا إلى 25 مليار لا أثر لها على أرض الواقع. بداية دعني أسألك، ما الذي دفعكم لإطلاق مثل هذا الهاشتاج؟ لا يخفى على الأرقام الكثيرة البالغة والمانحة
نعم فداء، اعذرني فقط الصوت لا ياتي واضحا، الى ان يتم يعني اصلاح هذا الخلل ساعود اليك. ينضم معنا الان الاستاذ عبد الواحد العوبلي وهو باحث اقتصادي من ماليزيا عبر سكايب ايضا. مساء الخير استاذ عبد الواحد. مساء الخير استاذ آسيا. إذا أستاذ عبد الواحد، آخر تصريح إماراتي يقول 19 مليار دولار دفعتها فقط السعودية والإمارات كمساعدة لليمن، ما تعليقك على هذا الرقم؟ في الواقع نحن لا نعرف بالضبط أين تم صرف هذا المبلغ. لما نتكلم على 19 مليار دولار ونحاول نتتبع أو نبحث عن المنافذ التي صرفت فيها هذه الأموال، نجد أن مثلا عندنا بالنسبة للجانب السعودي عندنا تقريبا 2 مليار دولار صرفت عبر مركز الملك سلمان. نعم. وفي 3 مليار 200 مليون عبر البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن، اللي بتتضمن دعم البنك المركزي ومنحات المشتقات الفقرية وبعض المشاريع التنموية في الأطناف. فإجمالي هذه المبالغ لا تصل إلى 6 مليار. إحنا أمام تقريبا 6 مليار أخرى أو أكثر ضائعة ولا نعرف أين تنصب. طيب يعني نفس الشيء بالنسبة للجانب الإماراتي. نعم. أكمل الصفحة الجانب الإماراتي، الجانب الإماراتي بيقولوا أنهم أعطوا اليمن ما يساوي 3 مليار عفوا 4 مليار و300 مليون دولار تقريبا. لا نعرف من هذه المليارات إلا تقريبا نصف مليار قدمتها الإمارات عبر برنامج الخطة، خطة الاستجابة التابعة للأمم المتحدة. لكن بقية المبالغ لا نعرف لمن أعطيت وكيف صرفت ومن استفاد منها وعلى أي أساس تم توزيع هذه المبالغ. حين تعلن مثل هذه المبالغ أستاذ عبد الواحد على يعني مرأى ومسمع من الحكومة، أليس من المفترض إن لم تقدم فعليا أن يكون هناك استنكار أين هذه الأرقام؟ طالما هناك صمت فهناك موافقة على أنه فعلا قدمت هذه المبالغ. بالضبط، هذا هو تقريبا ما يحدث، لانه لو جينا كذلك نتتبع ما تقوم به الحكومه، تستلم هذه المبالغ عبر عده جهات. نعم. البنك المركزي يستلم جزء، الهيئه او اللجنه العليا للاغاثه تستلم جزء، المنظمات محليه او عبر وزاره التخطيط والتعاون الدولي على اساس افترض انها تستلم جزء او على الاقل تشرف وتنسق لاجزاء من هذه الكنائس. لكن لما نجي مثلا نشوف اللجنه العليا للاغاثه، ما فيش مع اللجنه العليا للاغاثه حتى موقع الكتروني تذكر فيه او توثق فيه ما تقاريرها او لنقول الاماكن اللي تم صرف فيها كل هذه المبالغ. فالجيش يتحرك خطة حوضاء وبناء على مزاجية كاملة بدون أي رقابة وبدون من الخطة المركزية في الحكومة ولا حتى من المانحين. يعني في يمكن المانحين يحاولوا أنهم يتتبعوا أو يشوفوا إذا كانت الفلوس بتصل إلى مخالفات، بيشوفوا انه في تجاوزات، مع ذلك ما بيحصلش شراء لرفع مستوى استفادة المواطنين وجهات الفئة المستهدفة هذه المنح. فالتقصير في الجانبين او في ثلاثة جوانب، عند المانح اولا وعند المنظمة تسلم او بتعمل على تسليم هذه المعونات وعند الحكومة كذلك. نعم،
إذا نبقى معنا أستاذ عبد الواحد، أعود إليك ضياء. ضياء، لا رقابة حكومية فعليا على عمل المنظمات في اليمن، وهناك قبول بالأرقام التي تعلن من السعودية والإمارات، ولا يوجد أحد يحتاج على هذه المبالغ الكثيرة التي لا نعلم فعليا أين تم توريدها. الأستاذ عبد الواحد ربما أجمل بعض الأرقام التي فعلا ظهرت أو التي يعني صرفت فعليا. أيضا المنظمات لا تقوم حتى بالتعامل مع البنك المركزي الذي في عدن، ويتم صرف الدولارات التي تستلمها في السوق السوداء يعني نسبة فارق كبيرة عن سعر البنك، وهناك استفادة. إذن يعني كل هذا الخلل الواضح، كيف يمكن التعامل مع مثل هذه الإشكالية؟ التعامل مع هذه الإشكالية لا يكون إلا عن طريق الشرعية، فهي المخول الأساسي والرئيسي بإدارة البلاد، فهي الممثل الآن الشعبي، ويجب عليهم أن يقوموا ويتحملوا المسؤولية بمتابعة هذه المنظمات ووضع آليات واضحة. السكوت من قبل جهات الشرعية يجعلنا نتساءل، هل هناك فائدة لهذه الجهات أو الشرعية من هذا الفساد الحاصل داخل المنظمات؟ ويجعل كل إنسان يتساءل بذلك. لذلك نحن نطالب الجهات المسؤولة أن تقوم بدورها في مراقبة هذه المنظمات ووضع آلية واضحة وكشف عن التقارير التي تتم، والكشف عن المنظمات التي حقيقة توصل الإغاثة للناس، وعن تلك المنظمات التي تستفيد منها أطراف الصراع. نعم، المشكلة أختي آسيا أنه المشكلة في هذا الجانب، اسمحي لي أضيف نقطة هنا. المشكلة أنه عند استمرار إذا استمرت المشكلة بهذه الطريقة، أولا يتضرر الشعب بشكل أساسي، ثانيا الجهات المانحة تتوقف بعد أن تفقد الثقة بأن الأموال التي تعطيها تصل إلى الشعب، ستتوقف عن منح هذه الأموال، ونهاية المتضرر الأول والأخير هو الشعب. نعم، إذن شكرا جزيلا لك ضياء سعيد الناشط السياسي، كنت معنا عبر سكايب من كندا. وينضم معنا عبر سكايب أيضا فداء الدين يحيى الناشط في القضايا المجتمعية. مساء الخير فداء. مساء النور. أهلا بك، أتمنى أن يكون الصوت واضح هذه المرة لكي تحدثنا عن يعني الأسباب التي جعلتكم تطلقون هاشتاج أين الفلوس، وما هي الدوافع وراء ذلك. بداية نشكر قناة بلقيس على تسليطها الضوء على مثل هذه القضايا. في البداية لا يخفى على الشعب اليمني بأكمله أن هنالك أرقام كبيرة ومبالغ خيالية، يعني نتكلم عن مليارات الدولارات، وكما قلنا أن هذه هي ميزانيات دول، يعني ليست ميزانية الأسلة الغذائية أو مشاريع يعني بدون أي رقابة. يعني في مثلث برمودا حاصل في الموضوع، لازم ان احنا نعرف اين بتروح المبالغ هذا. والهدف الرئيسي من الحمله هذا هو رفع وعي الناس الرقابي والمحاسبي. لازم يعرف الناس انه هذه الاموال انتقلت من ملكيه المانح الى ملكيه الشعب، انها اصبحت اموال الشعب. وللاسف اصبحت كثير من المنظمات تتعامل مع المواطن على ان الاموال اللي توصلها هي ملك لها، ولا يحق للمواطن مساءلتها او السؤال عنها. نعم. وصل الحال ببعض المنظمات الى انه يقول لك شحات متشرط، يعني كان الاموال هذه ملك لها كما ذكرت. نعم، اذا في ظل صمت الحكومه على يعني الاستماع لمثل هذه الارقام الكبيره التي تصرف لليمن، يعني انها موافقه على وجود هذه الارقام، هناك من يقول أن الحكومة أيضا متهمة بعملية الفساد التي يعني في هذه الأموال الخاصة بالإغاثة في اليمن، وأنها يعني تتسرب أو يتسرب هذا المبلغ تدريجيا حتى يصل إلى اليمنيين فقط الفتات، ما رأيك؟ في الحقيقة الدور المجتمعي في الرقابة والمحاسبة هو من الطبيعي أن يكون موجود حتى في ظل وجود الدولة. نعم. فما بالك إذا كان دور الدولة غائب، هنا تتضاعف أهمية وجود دور رقابي ومجتمعي. يعني
بخصوص تسلسل المنظمات. يعني احنا نجد الان انه في اليمن المستفيد اللي هو الشعب يتلقى الاستفاده من منظمه محليه، والمنظمه المحليه هذه تتلقى الاموال من منظمه محليه اكبر منها. نعم. المنظمه المحليه الاكبر منها تتلقاها من منظمه اجنبيه، ومنظمه اجنبيه اكبر منها حتى تصل الى المانف، وكل منظمه تاخذ فائدتها ويعني ارباحها من الموضوع. فمن الطبيعي انه لا يصل الى المواطن الا فتات الفتات. فهنا لماذا كل هذه الحلقات الوصل؟ يعني ما هو العمل؟ بتلقى ثلاث اربع منظمات في النص، هنا عملها بس انها تنقل الاموال. نعم. في لخبطه حاصله في الموضوع يعني. نعم. إذن ماذا عن المساءلة المجتمعية؟ هل تعتقد أن لديكم الإمكانيات لفرض أنفسكم للمطالبة بعرض التقارير التفصيلية المالية والفنية والتقييم وما إلى ذلك؟ بالنسبة للمساءلة المجتمعية، إذا تكون وعي عند الناس وفهموا أن الأموال هذه أموالهم، بتشكل ورقة ضغط كبيرة على كل المنظمات بزيادة مستوى الشفافية وعرض التقارير المالية المدققة والتفصيلية للناس. صوتكم فلوس، عرضوها على الناس. في خطوات يعني قادمة بحيث أنه تكون أكثر رسمية. وخطاب الآن هو الموضوع نقدر نقول أنه اختياري يعني، ولكن إلى الآن لم نجد أي رد من أي منظمة أو أي تفاعل من أي منظمة، والتستر هذا يعني يثير تساؤلات كثيرة وشكوك كثيرة. نعم. إذن سأعود إليك ضياء، أنت والأستاذ عبد الواحد، ولكن بعد أن تنضم معنا عبر الهاتف وردة السيد رئيسة مؤسسة يدا بيد للتنمية من عدن. مساء الخير أستاذة وردة. ألو، مساء الخير عزيزتي. أهلا بك. إذن أستاذة وردة، كيف تتابعين أنشطة المنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي؟ هل تجدين أن دورها يأتي بحجم الحاجة الإنسانية في اليمن؟ للأسف المنظمات الدولية العاملة في اليمن لا نلحظ لهم أي دور ملموس على الميدان. لا زالت الأوضاع الإنسانية والإغاثية متردية جدا، فليس لهم هناك أي دور إيجابي. هذا ما نلحظه. كل ما نسمعه هو عبارة عن تقارير وبروباغندا إعلامية بمليارات بتصرف في اليمن وفي كافة محافظاتها المحررة وغير المحررة، ولكن ليس لهم أي واقع ملموس أو ملحوظ يلتمسه المواطن اليمني. لماذا برأيك؟ يعني هناك حديث عن مبالغ طائلة تصرف لليمن، سواء في التنمية المستدامة أو المقدمة من التحالف أو من الجهات المانحة، ولكن لا نجد أثرها الفعلي على الأرض، خاصة أنها ربما مجتمعة تفوق ميزانية اليمن خلال هذه الأربع سنوات. هو ممكن أن يكون بسبب أنه عمل المنظمات الدولية ليس له أي رقابة، فهناك ليس لها أي رقابة من منظمات المجتمع المدني المحلي على عمل المنظمات الدولية، أو حتى نحن لا نلمس أي رقابة من القطاع الحكومي أو الجهات الحكومية المسؤولة على المنظمات الدولية. إحنا لدينا وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي مسؤولة عن المنظمات الدولية ومسؤولة عن الاتفاقيات وعن عملهم في محافظات الجمهورية. هذا الفساد او هذه الاوضاع المترديه هو بسبب عدم وجود اي رقابه على عملهم. نعم. اذا انتم كمؤسسه محليه هل تستطيعون الوصول للمنظمات الدوليه لتقوم بتمويلكم لبعض تنفيذ بعض المشاريع المحليه، ام ايضا هذه المساله تخضع للمحسوبيه ول يعني هناك من يقول للرشوات ايضا في بعض المنظمات؟ المؤسسات المحلية تجد صعوبة في الوصول إلى المنظمات الدولية وعمل شراكة فعلية معهم على الأرض في أي عمل إنساني إغاثي في كافة الجوانب، وذلك بسبب أن صارت المنظمات الدولية لم تعد تبحث عن شريك محلي للعمل معه، فهي صارت هي التي تنفذ مشاريعها على الأرض، رغم أنه في القوانين أنه ملزمة هذه المنظمات الدولية بأن تعمل مع المؤسسات المحلية وبشراكة حقيقية وفعلية. نحن نجد صعوبة فعلا في الوصول إلى المنظمات الدولية، نحن نقوم برفع مشاريعنا، ولكن للأسف نجد أن هذه المشاريع لا ندري أين تذهب، وبعض المشاريع نجد أنها جهات أخرى تنفذها.
فهناك صعوبة فعلا صارت في الوصول إلى المنظمات الدولية. أصبحت المنظمات الدولية تأتي بالأجن أو تأتي بمشاريعها من خارج اليمن لتنفذه، بينما حيث أن المؤسسة المحلية المتواجدة في اليمن في الميدان هي التي تعرف احتياجات المجتمع وتعرف احتياجات المشاريع التي يجب أن تعمل عليها هذه المنظمات الدولية. فأصبحت المنظمات الدولية تنفذ مشاريعها دون أي شريك محلي، أصبحت تأتي هي بالمشاريع، تأتي هي بالأفكار، رغم أنه المؤسسات المحلية هي المفروض أن تأتي بالأفكار، تأتي بالمشاريع وترفعها للمنظمات الدولية وتقوم المنظمات الدولية أنا أسمع جزئياً في ظل الحرب في محافظة عدن، كانت الدولة مغيبة، كانت المنظمات الدولية غير موجودة في محافظة عدن، لم يكن هناك في الميدان غير المؤسسات المحلية والمبادرات الشبابية والجمعيات هي التي عملت في ظل الحرب في ظل أقصى الظروف. والآن في ظل تحرير محافظة عدن وبقية المحافظات تعمل المنظمات الدولية من غير أي شريك، وبدأت تنتشر هذا ما نلاحظه في المنظمات الدولية، صار العمل بالمحسوبية أو بالحزبية. هذا للأسف شديد ما يحصل وهذا ما ألتمسناه. نعم، إذن شكرا جزيلا لك وردة السيد رئيسة مؤسسة يدا بيد للتنمية، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. أعود إليك أستاذ عبد الواحد. أستاذ عبد الواحد، هناك يعني تساؤل حقيقة، لما لا توجد خرائط واضحة لهذه المساعدات؟ أين تذهب؟ كيف يتم صرف هذه المبالغ؟ كم عدد المستفيدين؟ يعني على الأقل للإطلاع من قبل من يريد التأكد من حقيقة عمل هذه المنظمات. في الوضع الطبيعي بيتم رسم سياسات واضحة بين الحكومة اليمنية والجهات المانحة وفقا للاحتياجات الموجودة داخل البلد، لكن في تقصير واضح من في دور الحكومة في هذا المجال، بسبب انه هذا الدور او هذه الوظيفة تم تشتيتها على عدة جهات. عندنا اللجنة العليا للإغاثة، عندنا عدة وزارات تقوم بالتنسيق مع المانحين، فبالتالي لا يوجد جهة معينة تقوم برفض احتياجها او تجميعها وبالتالي عرضها على المانحين وتقسيم الأموال المقدمة لليمن بناء على ذلك. فالمشكلة تبدأ أساساً من قمة الهرم، حيث يتم رسم السياسات الخاصة بتوزيع هذه المعونات والمساعدات، وهذا يظهر واضح في عند المستفيد النهائي، عندما نجد أنه في وفرة أو في تضخم في موضوع مثلا الاستلال الغذائيه، بينما مثلا لا يجد المواطن مصدر ماء نقي على سبيل المثال، او لا يجد خدمات صحيه بسيطه تمكنه من الاستمرار في مناطق اللجوء او التهجير او الى ذلك. هل تعتقد استاذ عبد الواحد المشكله التنظيميه بالاساس هو غياب الشفافيه؟ نعم، هل تعتقد أنه لو كان التوجه لعمل مشاريع مستدامة أو تنمية مستدامة لهؤلاء المحتاجين أن الوضع سيكون أفضل، عوضا عن السلال الغذائية التي يعني مزمنة بعضها بشهر وبعضها حتى غير قابل ل يعني الأكل؟ يعني هناك من يتحدث عن مواد تصلهم إما متضررة أو يعني مصنعة بطريقة سيئة. بكل تأكيد، يعني احنا لما نجي نشوف كمية ومقدار المبالغ التي وصلت الى اليمن نجد انها تصل الى مليارات، يعني احنا جمعنا 23 مليار دولار حتى اللحظة، وفي 2 مليار كمان قادمة عبر خطط الاستجابة، هذا بخلاف المبالغ التي تصل عبر فاعلي خير او عبر منظمات لا تدخل ضمن هذه الدائرة بشكل كامل. فكل هذه الاموال بالطبيعي يتم تخصيص جزء منها للإغاثة العاجلة والاستلال الغذائية، ويتم تخصيص جزء آخر لمشاريع تنموية ومشاريع تدر دخل على المواطنين وتخلق استدامة. فنعود إلى موضوع رسم السياسة من أعلى الهرم. يعني إحنا مثلا لو استعرضنا بعض الأرقام، إحنا عندنا مليار و400
مليون دولار صرفها برنامج الغذاء العالمي فقط في 2018، ولو حسبنا بقية المبالغ حنوصل لثلاثة مليار دولار. يعني فين أكلوها الشعب اليمني هذه 3 مليار دولار مثلا سلال غذائية؟ هذه لما كانوا صرفوها في مصاريف إدارية وبدلات ونفقات خاصة بالمنظمة نفسها. فيجب تخصيص جزء من هذا المبلغ إن لم يكن الجزء الأكبر لخلق مشاريع تدر الدخل وتخلق تنمية مستدامة وتعيد الحياة إلى البلد في مناطق إنها تشتغل، يعني الإنسان العمل في مساحة كبيرة داخل الجمهور اليمني، يعني لازم أنهم يركزوا اهتمامهم أو شغلهم داخل مناطق كثرة الفقر، وهذه المشكلة تتحملها منظمات الأمم المتحدة التي ربما مصلحتها تتواجد داخل مناطق الحوثي بسبب أنه الحوثي فقط يسمح له الفساد والتعب والعبث وصرف رغباتهم وعلى مصالحهم الشخصية. بالإمكان سحب جزء كبير من السكان وخلق مشاريع سواء زراعية أو صناعية أو تجارية لبقية أفراد الشعب بالكثير من الملايين اللي تكلموا عنها، لكن بقاء الوضع هو عليه، كل واحد يسيطر على ما يكون تحت يده بدون أي رقابة أي مساءلة ولا من الناس. ستظل هذه الأموال لعنة على اليمنيين وسبب أساسي أو أحد الأسباب الأساسية. إذا اسمح لنا أستاذ عبد الواحد أن تنضم معنا الأستاذة حياة الذبحاني، وهي ناشطة في مجال الإغاثة ولها دورها وتجربتها في هذا المجال، تنضم معنا عبر الهاتف من سلطنة عمان. مساء الخير أستاذة حياة. مرحبا، أهلا وسهلا بكم وبكل مشاهدي قناة بلقيس الفضائية. أهلا بك أستاذة حياة، وبداية لك نشاط مهم في رعاية الجرحى وأسر الشهداء أيضا، سؤال من أين تتلقين تمويل هذه الرعاية؟ نعم، في حقيقة الأمر هي منذ أيام الجامعة، ولكنها تطورت في حقيقة الأمر لتكون أكبر و تعم أكبر شريحة ممكنة، وهي بالتحديد في الأيام السابقة من الأحداث الأخيرة ما يقارب 4 سنوات. نحن اعتمدنا على المساعدات المالية والإنسانية عبر فاعلية الخير وكذلك محبي مدينة تعز، وكانت الانطلاقة عبر صفحاتنا في الفيسبوك. رأينا أن مدينتنا ينهش فيها الجوع والفقر والحاجة والفاقة واليتم والجرحى، فانطلقنا في هذه المبادرات، وكان بفضل الله عز وجل وبتلك الايادي البيضاء النجاح الكبير الذي حققناه على مستوى محافظات مدينه تعز. يعني قولك الايادي الطيبه يعني فاعلي خير، اليس كذلك؟ نعم، هم فاعلين. اذا اين المنظمات الدوليه مما تقدمينه من نشاط، او المنظمات المحليه؟ يعني هل حاولتي طرق ابواب هذه المنظمات التي تعلن عن ملايين الدولارات؟ للاسف الشديد نحن نسمع جعجعه ولا نرى طحينا في محافظه تعز بالتحديد. سقطت اقنعه هذه المنظمات التي تدعي اغاثه الناس في مدينه تعز بالتحديد، غادرت هذه المنظمات المدينه المنكوبه المحاصره التي من المفترض ان تتواجد فيها للاعمال الاغاثيه او الصحيه او الميدانيه او حتى الاعمال المستدامه. غادر الصليب الاحمر من مدينه تعز، وغادرت المنظمات التي تعنى بالصحه، وغادرت المنظمات التي تعنى بالاغاثه، ولم يثبت في مدينه تعز سوى الجمعيات الخيريه والمؤسسات المحليه كذلك والمباشره المحليه. نعم، وكذلك فاعلية الخير الذي استطاع الجميع ان يقوموا بتلك المبادرات الخيريه عبر هؤلاء الأشخاص المحددين. نعم، حياة، يعني الحديث عن قرابة 19. أنا أقول اسمحي لي، أن المنظمات سقطت أقنعتها في مدينة. نعم، إذا حياة تدعي بأنها تقوم بأعمال إغاثية في مدينة تعز، هي ترمي بالفتات.
نعم حياة هذه المنظمات تعلن عن يعني السعودية والإمارات أعلنت عن 19 مليار دولار الإجمالي المساعدات التي قدمت من الجهات المانحة من 23 مليار إلى 25 مليار تقريبا، ونحن نتساءل في هذه الحلقة عن مصير هذه المبالغ التي أعلنت أنها قدمت لليمن، فيما نرى أن هناك ملفات لم يتم التطرق لها، يعني المجاعة على قدر هذه المبالغ كلها ما زالت مستمرة وتتوسع، أيضا ملف الجرحى النازحين أيضا لا نجد أي أثر لهذه المساعدات والمبالغ، أين تذهب هذه الأموال إذن من وجهة نظرك؟ نعم الحكم والفيصل في هذا الموضوع هم سكان مدينة تعز في المدينة وفي الأرياف، نحن نسمع عن مساعدات تصل ولكننا في حقيقة الأمر لا نعلم أين تذهب هذه المساعدات ولا من هي الجهة التي تتلقى، من هم القائمين على هذه المساعدات، لا نعلم شيء سوى أننا نرى مواقع التواصل تعلن عن هذه المساعدات التي تصل إلى الناس أو بعض الصور التي يتم التقاطها لا نعلم كذلك أين هي. نحن نقول بأن الأيادي البيضاء النقية هي من أنقذت مدينة تعز في لحظة الصفر جرحى، مدينة تعز تعفنت جراحها، ونحن نناشد دول التحالف العربي ونناشد جميع العالم بأن ينظر إلى جرحى في حقيقة الأمر لم يتم علاج جرحى مدينة تعز وتظلت هناك مبادرات خيرية وقائمة بعلاج جرحى مدينة تعز، ومن ثم واصل المسيرة الشيخ حمود سعيد المخلافي في علاج جرحى مدينة تعز، ونحن هنا في سلطنة عمان لاستقبال الدفعة الثانية التي سيتم ما تقومون به هو عمل رائع حياة، يعني وربما ملموس على أرض الواقع أكثر من كل هذه المنظمات التي تدعي هذه الملايين والمليارات. شكرا جزيلا لك حياة الذبحاني الناشطة في مجال الإغاثة، كنت معنا عبر الهاتف من سلطنة عمان. أعود إليك فداء، برأيك هل يمكن التنسيق مع هيئات قانونية مجتمعية وشعبية أيضا لمتابعة موضوع هاشتاج أين الفلوس وأين تم صرفها وكيف يمكن الاطلاع على تقارير هذه المنظمات؟ بالتأكيد نحن نستند في حملتنا هذه على القانون، قانون حق الحصول على المعلومة، ينص القانون على أن الحصول على المعلومات حق من حقوق المواطن الأساسية وأن لكل شخص طبيعي واعتباري حق التقدم بطلب الحصول على المعلومات. إذن تجاوب المنظمات فقط يصنفها أنها تخضع للقانون أو لا، بتكون في تخطوات تصعيدية قادمة وبتكون أكثر عملية وفيها خطاب مباشر مع المانحين والمسؤولين بالدرجة الأولى. في موضوع آخر أيضا ممكن أن يقدم إلى الهيئات القانونية، الأمم المتحدة عندها موقع تتبع للمنح، أي أن الأموال التي صرفت للمنظمات مكتوبة في الموقع هذا بالدولار وكل منظمة موضح أمامها. تخيلي أنه 50% من المبالغ هذه لا يوجد لها تصنيف، لا يوجد لها أين صرفت، يعني في نسب متفاوتة، بعضها صرف في الصحة في مجال الغذاء 50%، هذا أمام العيان. مثل هذه الفضائح بتكون ملفات فساد واضحة وسيتم إيصالها إلى هيئات قانونية. نعم إذا نحن أيضا سنتابع جهودكم وإلى أين ستصلون. شكرا جزيلا لك فداء الدين يحيى الناشط في القضايا المجتمعية، كنت معنا عبر سكايب من ألمانيا. وسؤال أخير لك في دقيقة إذا تكرمت أستاذ عبد الواحد، هل تعتقد أن مثل هذه المساءلة المجتمعية وهذا السؤال أين الفلوس للبحث عن التقارير وكيف تم صرفها هل يمكن أن يودي بنتيجة؟ بكل تأكيد أنا متفائل جدا مع بهذه الحملة وأتمنى أنها تستمر حتى تحقيق أهدافها وحتى بعد تحقيق أهدافها لرفع مستوى استفادة اليمنيين من هذه المنح وخلق وعي مجتمعي لنقل توقف الناس عن التعايش مع الفساد، يجب أن توقف عن التعايش عن الفساد والقبول به كواقع لا يمكن تغييره. مثل هذه الحملات وحملات أخرى غيرها في عدة قطاعات أخرى بالدولة أو من العمل العام والخاص والإنسان ستخلق ضغط كبير وستتغير من الواقع الموجود وستوصل رسالة واضحة
لمن يعملون في هذه المجالات خصهم إذن الشعب وأنهم وأن عليهم العمل لتحقيق أو الأغراض التي جاءوا من أجلها وليس للتربع من هذه الأعمال. نعم إذن شكرا جزيلا لك عبد الواحد العوبلي الباحث الاقتصادي، كنت معنا أيضا عبر سكايب من ماليزيا. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء من جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.